نادين انت تزوجتي وانتهى بالفشل، ده اثرت على ابنك مارك؟ انا ما بشجع على الزواج، انا بعتبر حالي حدا very weak. هيدا الضعف بيرتبط شوي بالعائلة يعني. بالسينما تجربتك بعدها خجولة، ما عم نشوفك. مش خجولة، معدمة. اليوم شو بتقولي لها لسيرين عبد النور؟ انه انا بدي اضربها كف. بسبب تصريحاتك تطفض الشيكر تعرضتي لهول التهديدات. انا تعرضت لشيء كثير خطير، اذا بدي اصفع اي عسكري انا اصفع الدولة. فاتوا علي على اللوكيشن جربوا يقتحموا يعني بسلاح. انا اليوم اذا لا سمح الله بدي اقتل، بدي اخلي ام تبكي، المفروض امي تبكي. احمد الاسير ما بعرف، روح اتظلط لاني حيواني يعني. اذا بعلق بنزل لهيدا المستوى من الحكي. حكي على المكشوف مع دانيا حسيني، تنين بعض الاخبار على الاو تي في.